متابعي قناة كل شيء، أنتم سر نجاح القناة، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. زومبي، قصة زعيم مسلم ظلمته أفلام هوليوود. يعرف الجميع الزومبيز باعتبارهم الأموات الأحياء الذين عادوا للحياة بوسائل السحر الأسود، واكتسب الزومبي زخما كبيرا بعد استخدامهم في أفلام الرعب في هوليوود بداية من عام 1968، ويشتهر أمر الزومبيز في عبادة الفودو الإفريقية. لكن الكثيرين ربما لا يعلمون بأمر زومبي، القائد المسلم الذي استطاع أن يقوم بثورة لصالح العبيد الأفارقة في البرازيل ضد المستعمر البرتغالي. الوثائق التاريخية المحفوظة في المتاحف البرازيلية تؤكد أن أكثرية المنحدرين من الأفارقة الذين جيء بهم كعبيد إلى البرازيل هم في الأصل من جذور إسلامية، وأنهم كانوا يتلون القرآن باللغة العربية. وقد وصلت أفواج العبيد إلى البرازيل عام 1538، ولم تمضي 40 سنة حتى نقل إليها 14,000 مسلم مستضعف، والسكان لا يزيدون على 57,000. وفي السنوات التالية أخذ البرتغاليون يزيدون من أعدادهم، إذ جلبوا من دولة أنغولا وحدها 642,000 مسلم زنجي، وجل هؤلاء السود جيء بهم من غرب إفريقيا، وحمل هؤلاء المسلمون في قعر السفن بعد أن ربطوا بالسلاسل الحديدية، ومات منهم من مات، وألقي في البحر من أصيب بوباء أو حاول المقاومة. اقتلع هؤلاء بالقوة من محيطهم ليكونوا خدما مسخرين كالآلات في هذه البلاد، وليس سهلا تقدير أعداد هؤلاء المنكوبين الذين كانوا يعدون بالملايين، والذين ظلوا ينقلون من إفريقيا إلى البرازيل وإلى كل أمريكا مدة تزيد عن 3 قرون. وقد استطاع الأفارقة أن يعلموا البرازيليين الكثير من المهارات في الزراعة والهندسة المعمارية. تحت وطأة الظلم الشديد لجأ بعض الأفارقة للهرب إلى الأدغال والغابات وإنشاء مجتمعات خاصة بهم، وكانت مستعمرة باهية التي ضمت المئات من الأفارقة عام 1579 هي أشهر هذه التجمعات. بالطبع لم يكن المستعمر ليسكت على ما يفعله هؤلاء الأفارقة، فقامت العديد من الحروب بينهم، كانت الغلبة أكثرها للمستعمر الذي كان يمتلك مدفعية ثقيلة وسلاحا متطورا. ولكن هذه الحروب لم تستطع القضاء على تجمعات الأفارقة بشكل كامل، وكان مع هؤلاء العبيد المسلمين شيوخهم الذين يعظونهم ويرشدونهم ويفقهونهم في الدين ويعلمونهم القرآن ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبعد أن ازداد عددهم وقويت عزيمتهم قاموا بعدة ثورات تحررية، كان من أهمها تجمع للأفارقة في منطقة بالميرس شمال البرازيل في القرن 17 وبالتحديد عام 1605. واستطاع الأفارقة بعد عناء شديد تأسيس كيان للمسلمين وصل عدد سكانه 30,000 مسلم معظمهم من السود، وتم اختيار الزعيم جانجا زومبا كملك لهذا الكيان المسمى بالماريس. وبعد صراع طويل بين زومبا والبرتغاليين، عرض الحاكم البرتغالي بيدرو ألميدا على زومبا معاهدة صلح مع بالماريس تقضي بإعطاء البرتغاليين الحرية لجميع العبيد الهاربين إذا أعلنت بالماريس انطوائها تحت السلطة البرتغالية. وافق زومبا، لكن أحد القادة الشباب كان يدعى زومبي لم يكن يوافق على هذه الاتفاقية التي رأى أنها مجحفة لهم، إضافة إلى أنه لم يكن يأمن جانب البرتغاليين. رفض زومبي المعاهدة تماما وأعلن انقلابا على الزعيم زومبا، وقاد زومبي المعارك ضد البرتغاليين منذ عام 1678، ولم تستطع السلطات البرتغالية إيقاف مد المسلمين إلا بعد مقاومة طويلة، حيث سقطت بالماريس في النهاية في أيدي البرتغاليين عام 1694، وألقي القبض على زومبي وتم قتله والتمثيل بجثته في 20 نوفمبر عام 1695. لم تكن ثورة زومبي هي الثورة الوحيدة ضد المستعمر البرتغالي، ولا مستوطنة بالماريس هي الوحيدة، فقد حدثت سلسلة من الثورات امتدت على مدى قرون وصولا إلى العقود الأولى من القرن 19 الميلادي. لكن ثوراتهم سحقت بمنتهى الوحشية والقسوة، وقد أجبرهم البرتغاليون على ترك دينهم وتغيير أسمائهم. مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة،
أما إذا كنت أحد المشاهدين الجدد، قم بالاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد.